لك هلا برجع يعني. بحكيكي اول ما اوصل على البيت، مسرت هون حد البنايه. لح باي 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 باي. حبيبتي كيفي؟ لك اشتقنالي؟ ليش الحال؟ ولو بيتنا بيزق بعض ومرق. ما هيك مشغولين ولاد وعالم وبتعرفي حياتي. شو جايبه؟ اشتريت توب بتعقد ليكي. ايه؟ حلوة؟ هيدا شارية منها هي زيتها من جمعتين. اه؟ عن جد؟ هي زيتها؟ هي زيتها قديش جبتيها؟ $100. نعم؟ $100. $100 جبتيها؟ ايه ليه؟ خلص ماشي الحال، مبروك عليكي. برجع بحكيكي انجو. لا لا اتس اوكي، برجع بحكيكي. اه باي، انتبه على حالك. اهلا اهلا مدام. بونجور. بونجور، كيفك؟ سافا؟ ايه اهلا اهلا، تفضلي. مبسوط؟ ليه خير ان شاء الله؟ لا اهلا ولا سهلا. شوفي شو المشكلة؟ هلا انجو جارتي. ايه. ما اشتريت من نفس البلوزة اللي اشتريت منها انا من جمعتين؟ ايه ايه صحيح، مثل صحيح. هي زيتها نفسها. نعم. صحيح، قد ايه بعت اياها؟ $100. وانا من جمعتين مسيو نعيم، بقد ايه يعني يا انا زبونه عندك بالمحل؟ ب20. وقتك مش عيب عليك؟ بس مدام مش عيب عليك تبيعني اياها لالي ب20 ولالها ب100؟ ليه هي بشو احسن مني؟ بشو احسن مني قلي؟ كان في سولد عاملين سولد. ما خص سولد، انا قدام العالم كله وبالحي شريتها ب$20 وهي شريتها ب$100؟ طيب. ما بسمح لك، عيب عليك تعمل معي هيك، واخر مره رح اشتري من عندك. طب رجعيها اذا بدك. اذا لا يا حبيبي ما حزرت ابدا. رجعيها، قال رجعيها يا عيب الشوم. تفضل هول $80. اوكي. بتروح بتخبر الحي انه رجعت اشتريتها ب$100. سامي؟ والا ما بدي اسمع حلك بقى. اوكي اوكي، ما بدي تعيدوا هالحكي، معي عمول معروف. عن جد بعتذر كثير. عيب الشوم. خشخش العالم ما بتفهم. خشخش بالمره هيدي.